نجمة تيفي قريبة منكم مضوية في عيونكم. السلام عليكم. بداية نشكر قناة تيفي على التتبع ديالها الملف منازعة القائمة بين أولياء الأمور ومؤسسات التعليم الخصوصي. هل فعلا الوزارة الروسية التي تدعي دائما أن القانون المنظم للمؤسسات الخصوصية وقانون 0000 لا يخولها تدخل في المسائل المالية بين أولياء الأمور وبين المؤسسات؟ هل فعلا الوزارة قامت بالمراقبة التربوية والبيداغوجية كما يجب؟ هل فعلا قامت أثناء التعليم عن بعد بمراقبة الآليات والمناهج الدراسية والتطبيقات التي استعملتها المؤسسات الخصوصية؟ هل سمعنا أن مؤسسة خصوصية تم سحب الترخيص منها أو تطبيق عقوبة في حقها لأنها لم تستعمل التعليم عن بعد أو لأنها استعملت تطبيقات الواتساب أو لأنها لم تستعمل الأقسام الافتراضية أو لأن بها اكتضاد بالمؤسسات بالأقسام لكي فوق عدد تلاميذ 30 تلميذ أو لأنها لم تقم بتأمين عدد تلاميذ المسجلين بها؟ أكيد هناك خروقات عدة، كلنا نسمع هذه الخروقات على مستوى المنابر الإعلامية، ومع ذلك إلا إذا لم يكن في علمنا أن هناك مؤسسة فعلا أشرفت الوزارة على مراقبة المناهج بها، أشرفت فعلا على إصدار عقوبات في حقها لأنها أضرت بمصالح التلاميذ أو أضرت بمصالح أولياء الأمور. مراقبة ديال الوزارة يجب أن تكون فعلا وتكون صارمة وقوية، ومن خلال هذه المراقبة ديال العملية البيداغوجية أو التربوية سنعرف قيمة الأداء. يعني هل أوفدت الوزارة التربية الوطنية لجان لتقول لنا أنه كان هناك تعليم عن بعد في المستوى أم لم يكن؟ هل جميع التلاميذ استفادوا أم لم يستفيدوا؟ هل التلاميذ المطالبين بالأداء استفادوا فعلا من عملية التعليم عن بعد؟ وخاصة اللي كنشوفوا التعليم الأولي، هل يعقل، هل يتصور أن نتكلم عن تعليم عن بعد بالنسبة للتعليم الأولي؟ بالنسبة لطفل عنده 5 سنوات أو 6 سنوات هناك مسائل لا قانونية، مسائل لا يقبلها لا العقل ولا المنطق، وكان يجب أن يتم هناك تدخل للوزارة وأن يتم الحل من هذه المشاكل. حاليا المشكل يستفحل ويزداد. احنا ما نطلبوش من وزارة التربية الوطنية شي حاجة اللي هي فوق القانون أو شي حاجة اللي هي فوق طاقتها أو شي مسائل اللي ما منصوش عليها في قانون 0600. تلتزم لنا غير بالنصوص القانونية ديال المادة 22 و 23 و 24 إلى 30، تقيم لنا العملية البيداغوجية، تقوم بالدور ديالها، دير لجان، تخرج تقارير اللي هي موضوعية ومنطقية فعلا لكل مؤسسة على حدة ولكل مؤسسة مع كل تلميذ على حدة. شكون اللي استفاد وشكون اللي ما استفادش، وشكون اللي كان موافق على ديك الخدمة وشكون اللي ما كانش موافق، وشكون اللي استعمل تطبيقات في المستوى وشكون اللي ما استعملهاش. انا داك غادي نعرفوا هل الاداء مستحق ام غير مستحق، الاداء مقابل الخدمة، والوزارة التربية الوطنية من حقها ان تراقب الخدمة ويجب ان تشرف عليها. الا ما كانتش هذيك خدمة تقول لنا الوزارة واش كاينه خدمة ولا ما كايناش، اوتوماتيك مورا اولياء الامور غادي يعرفوا قيمة الاداء اللي هو مستحق، لان هذيك العملية ديال التقييم اللي غادي تقيم لنا احنا شحال بينا نخلصوا بدون ما ترجع للخلف. والوزارة تقوم باستغباء الشعب باكمله وتقول بان ليس لها الحق في مراقبة المدارس الخصوصية، في حين ان اولياء الامور يعانون من اكراهات عدة تستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية بقوة وبحزم. بالنسبة للتصريح الاخر بشان ان الموظف، ان السيد الوزير يتساءل عن الموظف الذي بقي له راتبه كاملا لما لا يؤدي، احنا تنعرف كيف هي ظروف الجائحة. يعني من جانب التضامن انني انا نأدي المؤسسة خصوصية ربما، ولكن باش من جانب ديال القانون ولا من جانب حقي راه الخدمة مقابل العمل سواء عندي فلوسي. الا انا بقات عندي الصالير ديالي كامل صافي، يجب علي ان اؤديه للمؤسسات الخصوصيه ولو انه غير مستحق. حنا تنعرفوا الازمه كيف دايره، الموظفين كلهم اللي هما بقاو خدامين كتلقى في عائلاتهم اخت توقفت على الخدمه، زوج اخت اخ، يعني ولات يقسم هذاك الصالير ديالو مع العائلات ديالو كاملين مع كل المتوقفين عن العمل. الا كانت روح التضامن يجب ان تكون روح التضامن بين الجميع. بالنسبه لمؤسسات التعليم العمومي تبقى حقا
لأي تلميذ، أي تلميذ مواطن مغربي من حقه التمدرس المجاني مقتضى الدستور المغربي، مقتضى القوانين الوطنية، مقتضى حتى المعاهدات الدولية التي وقعها المغرب مع باقي الدول والتي تكون ملزمة لنا بتطبيقها داخل المغرب، توفير مقاعد للتلميذ يبقى حق مشروع لهم. الوزارة الوصية كنطلبوا منها أنها في هذه الأشهر القادمة أنها توفر مدارس، توفر مقاعد لتستوعب عدد التلاميذ النازحين، ويكون معدل التلاميذ في كل قسم لا يتجاوز 30 تلميذ. يعني في ظل هذا الصراع اللي كان قائم كان على الوزارة، وكنتمنوا أنها تكون فعلا أنها انكبت على دراسة ما سيأتي مستقبلا، أنها هناك توقع لعدد التلاميذ النازحين، وهناك دراسات منكبة من أجل توفير مقاعد لهذا التلاميذ في مؤسسات التعليم العمومي. أتمنى فعلا أن تنكب الحكومة على دراسة هذه المشاكل جميعا وأن تجد لها حلولا. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا بآخر المستجدات. تابعونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام.